السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما كتشاهدوا اليوم غيكون فيديو مختلف، غيكون مشتريات ان شاء الله. طبعا للعشاق المشتريات والجوالات مرحبا بهم، واللي كيعجبو الشهيوات ان شاء الله يتسنانا في فيديو قادم ان شاء الله. اليوم كما كتعرفوا الجميع بدا لنا السيل هذا الاسبوع، هذا نهار الخميس بدا اونلاين ديال زارا ارين اونلاين، والجمعة صباح في المجازات وفي البوتيكات إن شاء الله. أول حاجة نبدأ بزارة اللي مشينا عليها، نبدأ معكم المشتريات الأولى ديال زارة. أول حويجة نقسمها معكم وهو هذا السويق، هذا جمزيون جل ديالو رطب، هذا خداتو بنتي ماشي ليلي. كما كتعرفوا البنات الصغار باقيين كيعملوا هادشي اللوينات وهادشي كيعجبهم هادشي. هذا للتذكير فقط، هذا نيو كوليكسي ماشي الحاجات اللي افخ برايس، بالنسبه للتوضيح فقط. هذا باقي عنده من نيو كوليكسي يعني، وفيه عده الوان لوينات صيفيه، كاينه في اللون كنقولوا الازرق الفاتح، وكاين الاخضر كذلك الفاتح، حبي ستاج فاتح، بزاف اللوينات صيفيين وديال البنات عدد العشرينات. هذا الثمن ديالو اخواتي، المهم بنتي خلصت كنظن 26.99، ما فيه شي ثمن هنايا في هذا، راه باقي عاد جابوهم باقيين ديال كوليكسي ديال الصيف 2021، عنده هاد السنيسلات هادو. نتمنى الله يكون باين في الصورة. وكذلك خدات له هاد سليبرز او لا تشنيكلا ديالو، حتى هي جات حليل ومزيونة كتشاهدو، جات ارضية، الثمن ديالها فوتي كيعمل 30 دالايرو. هادو باقيين عاد جابوهم جدادين ديال الصيف 2021. المهم بنتي خدات هادو جوج من زارا، دابا نكملو من زارا غنمشيو لحاجة أخرى. المهم خداتي هاد جوج قطع، وأنا خديت هاد العرزة عجبوني، عاد عم قيسهم في الدار لان تمايا شادين البلاصه ديال ما عندك فيه تجلس فيه تقيس، وبما ان جبرتي مار ديالي الطايه ديالي جبرت واحدين هما اللي كاينه، كاينه موديلات اخرين ديك اللي جاو خروف القاع ديالهم يعني بالنسبه للبنات والشباب مزيونين. المهم انا كيعجبني هذا الموديل، هذا جا كلاسيكي، كيعجبني هذا الموديل هذا، نتوما كتشاهدوا عاد نقيسو ونشوف المشيه ديالو الخلفه ديالو. انا دائما كنعمل هيدا، كنشد الدار باش نقيس ونشوف، الا كانوا مريحين كنخلي الحاجه، كي شفتهم يعذبوني ولا اللباس ديالهم صعيبه ولا كيقصحوا صافي كنرجعهم. الحمد لله كيعطيو وقت دير تاخذ اخذ التايب يعني 30 يوم باش تشوف حاجه في الدار على خاطرك وتقيس، ما عجبتكش كترجعها. كما سبق لي وذكرت ان اغلبيه كنشري ديال الكوير باش كتقول لي ان الرجلين راه مهمين بزاف، وحنا كنبقاو واقفين عليهم خصنا ضروري نتهلاو فيهم، وتكون حاجه النوعيه جيده باش الجلد ديالنا يبقاو مريحين ان شاء الله. المهم هادو تنقيسهم وعاد نشوف واش غيبقاو او لا. كنت عين نسى الثمن ديالهم، انا راه جبرتوني كنشوف لهم الثمن، فتحنا جبرت بالدولار 49. مهم حنا خلصنا ما بالاورو 30، المهم ما عرفتش شحال مره عملوا لهم التخفيض، مجبرت تصم هنا ب 20، عامل لهم 20 19.99. حتى نشوفهم عاد عندنا ناخذ القرار واش نخليهم اولا لا، هما مزيونين في المنظر ولكن كيهمني الجوده، خصني يكونوا مريحين في اللباس ديالهم، هذاك هو الاهم. شنو اخر اللي خديت انا؟ هاد الكبيبطات هادو دائما زارا عندها، كيعجبني الكبابط ديال زارا الصراحه، الله كيعجبوني بزاف.
فيهم ديك التفاصيل ديك الديتاي كيعجبوني انا كما قلت لكم انا كيعجبني الكلاسيكي والعصري بجوج. مهم خديت هذا الياس هذا لقيت الطاي ديالي هذا لقيتهم في حنا مشينا زهرة نهار الحد في هوفدورب. هوفدورب ما فيهاش الصراحه بزاف تخفيضات كاينه ولكن ماشي شي حاجه كثيره. هادو لقينا علمات اس او ام اللي باغي الطايات كبارين يمشي شي بلاصات زارات شي مدن كبارين وكتكون زارة كبيرة. اما دهوف دوروم دهوف دوروم ما نصحكم شي ليلة لان ما فيها شي بزاف. لقيت هذا الثمن ديالو كان كيعمل 100 يورو هانتوما 99 وكيزيدو دائما كما العادة. مهم عاملين لهم دابا 70 وهادو دائما كنخدم انا من العام دابا هادي عام العام اللي فات ما خديتش دابا عامين كان عندي عاوتاني واحد بحال هذا خديته ب 120 ولا 130 يورو ما كانوش ناقصين لهم لان مي كيعملوا التخفيضات راه مستحيل تجبر الطايه ديالك قليل فين تجبر الطايه ديالك اللي بغيتي الا شي واحد رجعو هيدا ولا تينا وزهر كما كنقولوا. المهم انا خديته هذا بدون تردد جبرت الطايه ديالي خديتها وكيعجبني هذا الموديل هذا كلاسيكي مع هاد التفاصيل اللي فيه وهاد الديزاين. دائما كناخذو منهم بلا ما تسناو ولا جبرتوهم عي خذوهم لان كاينه كيعملوا الدوره الثانيه ديال التخفيضات والثالثه ولكن قليل فين تجبر الطايه ديالك او تجبر حاجه مزيان دائما كتجبر الطايه كبيره بزاف اولا صغيره. المهم بالنسبه لي انا تجربه يعني اغلبيه في هذا الوقت هذا كنشري حسن ولا لقيتو شي حاجه مزيونه عجبتكم خذوها ومين نقصوا عاوتاني كتقدر ترجعها وكيرجع توقف الثمن اللي يرجعوا لك يعني الباقي. المهم هذه كان نصيحه وصافي من لورا انتما كتشوفوا عادي بهاد الصيفات ديالو هنا كيجيو هيدا كتجيب هاد الفورمه هيدا. دابا الاغلبيه خرجوا ديك اللي هوادين عاديين انا ما كنفضلهمش ما كيعجبونيش كل واحد والذوق ديالو. انا كيعجبوني هادو اللي كيكونوا بهاد التفاصيل وهاد الديتاي هذا. وهنا هذا جا حليل هيدا في العنق ديالكم اللور كطلعوا هيدا كيجي في اللبس ديالو كيجي انيق وشيك. الطينه ديالو يا لاله كيعملها نتوما غزال وسخون ديال نتوما كتشوفوا هي الصوف هذا هو المفاجاه المفاجاه دائما زارا تشوفوا فين لاله مصاوبه هذا الشيء هذا ها نتوما سيتي شوف ماد ان ماروكو نتوما ماد مصوف بلادي ما عاد نخليه صافي خديته بدون تردد. وانتما كتشوفوا الفينيسيون ديال المخيطه كيعملها وديك الشيء كيعجبني بزاف انا هادو ديال زهره صافي هادو اللي خديت انا. الناس كتشري الصيف وانا كناخذ ديال الشتوى صافي هذا اللي خديت جوج القطع اللي خديت. ودابا نوريكم القطع ديال حق قنيشة ثلاثه بنتي على هذا الشكل هذا صيفيه عاديه والثوب ديالها بارد خفيفه جات طويله يعني اللبس ديالها انيق ومحتشم. هادو شخداتها من ديك الحانوت اللي كنت سبق لي وعملت لكم جوله فيه كاينه في بلاين فيرتاخ بلاين فيرتاخ بالنسبه للناس اللي في امستردام. الثمن ديالها 30 يورو وهاد الحانوت هذا راه معروف تمايا اسبق لي عملت لكم جوله فيه. هانتوما كتشجع طويله والثوب ديالها خفيف وبارده هيدا الصيف ان شاء الله. وكذلك خدات هاد بلوشه هادي ولا قمجه حتى هما من نفس البوتيك هادي مزيونه جات خفيفه حتى هي والثوب ديالها غزال بارد جات فيها هاد الديتاي هادو هاد الدانتيل كمايم ديالها جاو هيدا واسعين كتشاهدو معايا جاو من هنا مجموعين وهنا كيوسعو جات طويلة هي كذلك وفي التحت ديالها كذلك فيها هاد الدانتيل بحال الكمام بحال اللي عاملين في الكمام عاملينها في الاسفل ديال البلوشه ديال القمجه. الثوب ديالها غزال بارد صيفي والثمن ديالها 30 يورو هادو ما عاملين لهم شي تخفيضات.
30 دولار، ولكن الثمن ديالها جد مناسب بالنسبة للكاليتي والموديل، وجات محترمة في اللباس ديالها وأنيقة. وهادو جوج بيجات خداتهم من ديك البوتيك، وكذلك خدينا واحد الهدية، هادي خداتها بنتي، انا جاب الله خداتها الصديقة ديالها، لان الصديقة ديالها عندها الاسبوع الخطوبة ان شاء الله، الله يكمل ليها بالخير وعلى جميع البنات. وملي جيت للدار قالت لي الكادو لي لك انا باسكو ماي، ايوا طبعا توحي ما كي شكون هذا اللي كيكره كادوس، وراه ديجا فتحته كما كتشاهدوا معايا. قلت كذلك لما لا تا نتقاسمه معكم، خدات لي هذا بارفان، هادي ما كانتش عندي هاد بارفان، هادي او هاد كارولينا هيريرا معروفه بهاد هاد الطالون هذا، بهاد القريعه ديالها هيدا كيجي بحال بحال صبيبط هيدا بالطالون، معروفه فيها عده روائح، يعني عندهم اللي خفيفه، عندهم اللي ديال الليل ديال الصباح ديال، يعني بزاف الاشكال فيها والانواع. وهذه ما كانتش عندي انا، جبلها تخدم صديقه ديالها، ومي جينا للدار قالت لي هذيك ليلك، شكرا الله يرضى عليها. ما شوفوها هذه اغلبيه الواحد يستعملها في المساء، بالخصوص بارفان اللي بغى نتقاسم معك كذلك الفيديوهات على البارفانات اللي كنستعمل بالنهار والمساء، خليوها لي في التعاليق باش لا شفت الطلب وباغيين تعرفوا نعملوا فيديو خاص على البارفانات كذلك لما لا. المهم هذا الكادو ديال بنتي، شكرا. وهنايا عملنا مع كذلك هاد دوكلاس، عطاونا هذه هديه مع بارفان ديال ديور، عطاوها تسويك هذا مع بارفان اللي خدات بنتي، عطاوه لك هديه مزيون كبير تسات تقدر تعمل فيه هيدا في المكياج ديالك اليومي، هيدا في الصاك جا شي كبير جا حليل ومزيون. هنا كنكون وصلنا اخواتي لنهايه هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه، وكنشكر كذلك الناس اللي التحقوا بنا الجدد مرحبا بهم، وكنرحب بالجميع. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والعائله، ونتلقى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم هنا والراحه، السلام عليكم.